ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وافضل حال. ورجعت لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده كارثه بمعنى كلمه كارثه. يعني طبعا هتشوفوا كل حاجه معايا دلوقتي، وبصراحه هي حاجه بتزعل جدا، وكمان يعني مش عارف اقول ايه والله، غير قدر الله ما شاء فعل. كان في سمعت ان الطيور عندي فوق على السطح عماله بتجري ورا بعضها، والطيور هايجه، وقلت عادي يمكن الدكر بيكسر، يمكن الديك الرومي بيكسر، يمكن اي حاجه، فما حطيتش في دماغي قوي. وطلعت بعدها بشويه لقيت بقى المناظر هنا حاجه، يعني استغفر الله العظيم يا رب، حاجه تزعل. اقسم بالله اني بعد التعب ده كله يحصل لي اللي هيحصل ده، والكارثه كلها جايه لي من الدكر اللي هو الدكر الفرنساوي اللي هناك ده. يعني والله ما انا عارف اقول ايه، غير طبعا الحمد لله قدر الله ما شاء فعلا الوقت طلع اهوت عشان اعش الطيور. ده بقى ايه، رز على زفاره على تنظيف سمك على الكلام ده كله اللي بتبقى عندنا، بطلع اعش بالطيور والطيور بتاكل منه، حلو جدا في زياده انتاج البيض. طيب يا ترى ايه اللي حصل، ولا ايه المشكله اللي عندي؟ طبعا هوري كل وقتي، بس يلا بقى كده بسرعه اعملوا لايك على الفيديو، وما تنسوش لو بتشوفوا لاول مره اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل كل جديد من عندي. ويلا نشوف ايه بقى اللي حصل، والدكر ده عمل لي ايه بالظبط. طبعا دي البطه السوداء اللي هي اللي راقده، وكمان هوريكم البطه البيضاء اللي هي اللي راقده جنبها بالظبط، هوريكم ايه اللي حصل عندهم بالظبط، والدكر ده عمل ايه بالظبط مع البطتين دول اللي هي البطه ديت والبطه البيضه. طبعا البطه دي لو هتفتكروها اللي انا كنت مرقدها، شلت البيض بتاعها حطيته تحت بطه تانية ورقدتها هي على 6 بيضات بط وعشر بيضات فراخ، وقلت لكم عشان البطه دي بكريه فهرص لها بيض فراخ عشان تطلعوا معايا. بس للاسف وطبعا هو الحمد لله طبعا على قضاء ربنا، مش ده اللي حصل معايا خالص، اللي حصل معايا عكس كده، حتى هي لسه بتصص وياهيت. هي طبعا الاتنين راقدين في المكان اللي هناك ده، حتى البطه البيضة لسه راقده زي ما هي ما قامتش. فيلا بقى كده نشوف مع بعض ايه اللي حصل بالظبط. طبعا زي ما حضراتكم هتشوفوا بقى كده، هنا مفيش ولا بيضه، مفيش بيضه توحد ربنا موجوده في المكان ده، لا بيض بط ولا بيض فراخ، والبطة دي كانت راقدة على 14 بيضة. تعالوا بقى كده نشوف البيض مع بعض، مفيش غير 4 بيضات. طبعا زي ما شفتم الأربعة مع كوكين وحالتهم بالبلة أهمت. طب ايه اللي حصل، حتى البيض زي ما حضراتكم شايفين ازرق من هنا كده وبيلق معايا جامد اهوت، مع اني البيض دوت كان قدامه بالظبط 12 يوم ويطلع معايا. البيض زي ما انتم شايفين من فوق مغيره لونها، البيض كله باص للاسف طبعا، والبطه برده لسه راقده. طبعا انا هشيلهم وهقوم البطه دي خالص، وده الخن التانية اهوت مفهوش ولا بيضه توحد ربنا، والبطه طفشانه هناك اهي. وكله هج من على البيض. طب ايه السبب، ولا ايه اللي حصل؟ السبب ان الدكر الفرنساوي ده بيدخل على البط وكسره وهو راقد على البيض، يعني مش مكفي النوتي اللي على السطح، لا ده دخل على البط الرائد وكان بيكسره وهما راقدين على البيض، فطبعا البيض كله اتكسر، واللي اتكسر بقية الطيور دي كلها كلته. يعني طلعت ما لقيتش اي حاجة غير ال4 بيضات اللي تحت البطة البيضة دول بس، هما دولت اللي انا لقيتهم. الدكر ده حاجه بصراحه صعبه جدا، انا اول مره في حياتي اربي البط اللي هو الفرنساوي. انا من الناس اللي هي ما بيحبوش تربيه البط الفرنساوي عامه علشان الصوت العالي، انا ما بحبش الصوت العالي في الطيور وكده، حتى انا ذبحت الوز لو هتلاحظوا الوز ما عادش ليه اي اثر. فاللي هو الدكر ده بصراحه حاجه استغفر الله العظيم، يعني اللي هو حابب ان هو يكسر كل شويه كل شويه، لدرجه ان هو يعني دخل على النوتي الرائدة وكسرهم وهم راقدين على البيض، فطبعا البيض كله اتكسر تحت منهم، واللي اتكسر طبعا الطيور بقت تشده وتاكل فيه. طبعا انا طلعت ما لقيتش اي اثر لاي قشرة بيضة حتى،
كل اللي انا لقيته البطارق ده على 4 بيضات، والتانية مفيش اي بيض فيها. طبعا الدكر ده هو اللي لقيته مهيج الدنيا، مع ان الدكر كان محبوس في البوكسة اللي هناك ده، بس انا لقيت الباب مفتوح ولقيته بره على السطح. انا حبسه هنا علشان بقى الدكر اللي هو ده، اللي هو الدكر المسكوفي ده، يبدأ ان هو ياخد حريته، يبدأ ان هو يكسر على بقية النوتي علشان طبعا يتعود على التكسير، لان طبعا عندي النوتي اللي هي القفلة زي النوتي اللي قدام حضراتكم دولت، خلاص كلهم مقربين على البيض، وخصوصا البطة اللي هي ديت مقربة خالص انها تبيض، وشها احمر خالص اهو، والمحارة بتاعتها نازلة. فطبعا كنت بسيب الدكر ده عشان هو اللي كسر، لان الدكر اللي هو الفرنساوي دوت بيفضل يجري وراه وكده، فانا ما كنتش عايز اللي هو التاني ياخد حريته، فكنت حابس ده. فتقريبا والدتي وهي بتفطر الطيور الصبح نسيت الباب مفتوح او حصل اي حاجه. المهم انا طلعت بقى الوقت، انا ما طلعتلهمش النهارده خالص الا الوقت. طلعت بقى لقيت المناظر اللي حضراتكم شفتوها ديت، فعلشان كده انا بقول يعني انا كان عندي الدكر اللي هو البلدي اللي كان قبل ده، اللي هو الدكر الابيض، عمره ما دخل كسر نتاع على بيضه، ودايما النوتي كانت بترقد في المكان ده عادي وما فيش اي مشكله. اما الدكر ده صعب بصراحه في حكايه التكسير بتاعته، ان هو عايز يكسر كل شويه، والنوتي طبعا اللي راقده بتكون سهله بالنسبه له، لان النوتي دي طبعا بتجري منه. اما بالنسبه للنوتي اللي راقده بتكون سهله بالنسبه له ان هو يكسرها، فكان بيخش اللي هو يكسر على البيض عادي. فطبعا ديت كانت غلطة من الغلطات اللي حصلت عندي على السطح حاليا، اني انا اسيب الدكر ده تاني على السطح ما عادتش هتحصل. لو في طيور راقدة على السطح عمري ما هسيب الدكر ده على السطح نهائي، لو ايه اللي هيحصل، لان بصراحة يعني الدكر خسرني خساير. يعني كانت البطة البيضة دي تحتها 14 بيضة بط، وكانت البطة السوداء اهي واقفة اهي في جنب، كان تحتها يعني 6 بيضات بط، وكانوا 10 بيضات فراخ. طبعا انا عملت معاكم الفيديو لما كنت برص تحتها بيض الفراخ، قلت لكم انا هسيبها يلا تطلع لي بيض الفراخ، لان طبعا البط عشان البطه كانت بكريه وكده، فقلت عادي اسيبها يلا تطلع لي بيض فراخ. ونقلت بيض البطه اللي هو بتاعتها تحت البطه التانية السوداء اللي كانت راقده معاها في نفس الميعاد، الفرق بين دي وبين دي كان يوم بالظبط. فحطيت البيض تحت التانية ورقت دي على بيض فراخ، والحمد لله الوقت لا هيبقى في فراخ ولا هيبقى في بط. يعني بحمد ربنا ان البطتين التانيين الراقدين بعيد عن السطح، واحدة راقدة في العشة اللي هنا وواحدة راقدة في صندوق، فطبعا بعاد عن الدكر. بس طبعا الدكر ده برضه هحبسه مش هخرجه الوقت الا اذا لقيت عندي بط بيبيض، لان الدكر المسكوفي يعني لسه مضمنش كسره برغم ان هو بيكسر، فانا لسه مضمنش الكسر بتاعه خالص. وتعالوا بقى كده برضو عايز ان انا اوريكم حاجه، طبعا في السطح مكركب كركبه ما يعلم بها الا ربنا. دي طبعا الفرخه الهندي هي رقدت هنا في مكان البيض بتاع الفراخ، انا رصيت لها البيض بتاعها تحت منها 2 4 6 8 10 12، هي تحتها 12 بيضه. 12 بيضه طبعا هي مش واضحه لان المكان عتمة عندها. 12 بيضة هندي، وفيهم برضو بذرة ميت اللي هو هندي على بالي. طبعا ديت انا بشيلها لها لما بطلع الظهر بحيث ان هي تخرج تاكل وتشرب، وبرجعها تاني وبحبسها. طب ليه بعمل كده؟ لسببين. السبب الاول ان الفراخ البلدي بتبيض في المكان ده، فطبعا انا لازم ان انا اسده علشان البيض ما يخشوش يبيضوا على بيضها، ويبقى في البيض يعرق وهم معرفش البيض القديم من الجديد، والفراخ تطلع قبل الفراخ، وطبعا هيخش في متاهه تاني. والسبب التاني ان الديك الرومي دوت معرفش عقدته الفراخ الهندي ليه بيمسكهم يضربهم جامد، انا بصراحه معرفش ليه، بس طبعا علشان انا ما صدقت انها رقدت خلاص، فاحاول بحاول ان انا احافظ عليها على قد ما اقدر. ونصيحه بقى، ما حبش يربي رومي مع فراخ او بطن. الرومي بطبيعته انا يعني بصراحه الرومي شرس جدا، الرومي بيضرب الطيور كلها. يعني انا عندي الديك اللي هو اللي هناك ده اهو، الديك دوت يعني حاجه استغفر الله العظيم، مع بقيه الطيور عندي بيمسكهم ما بيبطلوش ضرب ببعض. يعني الديك دوت اهو زي ما انتم شايفين ما بيبطلش ضرب في الطيور كلها. طبعا انا هبيع اللي هما الديوك دولت، هبيع الديك الابيض اللي هناك ده
وهبيع الديك الاسود اللي هو ده برضه، وهسيب بس الفرخة دي طبعا الفرخة اللي فيهم، وهسيب الديك اللي هناك ده، وهبيع الديكين دول ان شاء الله. ياريت بقى تعملوا لايك على الفيديو ده ودعوة حلوة من قلبكم تحت في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد على خير.